حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نستعرض في هذه الحلقة أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نذهب إلى فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ مقالا للكاتب مكي النزال بعنوان عودة المارقين. يناقش الكاتب تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003، وكيف استغل المحتل الطائفية لتعميق الفتن داخل المجتمع العراقي، مشيرا إلى تأثير الاحتلال البريطاني السابق في الهند كمثال. ويسلط الكاتب الضوء على دور ثورة العشرين المجيدة في مواجهة المخططات الأجنبية، ويتناول محاولات الاحتلال الحديث لتمزيق النسيج العراقي الاجتماعي عبر دعم الميليشيات الطائفية. كما يشير الكاتب إلى أن الاحتلال الأمريكي استقدم خبيرا في الجريمة المنظمة لتنفيذ مشروع تمزيق المجتمع العراقي، واستخدم الميليشيات الطائفية والتفجيرات والاغتيالات لتحقيق هذا الهدف. ويختتم الكاتب المقال بالحديث عن محاولات الاحتلال الحالية لتمزيق العراق بطرق جديدة، إلا أن العراقيين يظلون متحدين في وجه هذه المؤامرات. اليوم يلوح المحتلون بالميليشيات نفسها التي نفذت المجازر الطائفية، لكن بثوب الشرعية، فلقد مهد لمشروعه الإجرامي بأن يصدر برلمانه قرارات مثيرة للفتنة، ودفع برعائه إلى المساجد لاستفزاز المسلمين كخطوة أولى لتنفيذ صفحة أخرى من مخططه الخبيث. وفي نظرة إلى قلوب العراقيين، نجد أن أكثر من 90% منهم حاقدون على الاحتلال وذيوله، ولا يمكن أن ينساقوا وراء هذه المؤامرات. وأكبر دليل على ذلك مقاطعة الشعب العراقي كله للانتخابات المزورة التي لم تأتي إلا بالقتلة والمفسدين. نطالع مقالا آخر في صحيفة المدى للكاتب علي حسين بعنوان العمود الثامن بين نزاهة ونزاهة. يتناول الكاتب قضية الفساد في العراق، مسلطا الضوء على هيئة النزاهة ومحاولاتها لملاحقة أعضاء الحكومة السابقة، ويشير أيضا إلى ضرورة محاسبة جميع الفاسدين دون استثناء. ويعبر الكاتب عن استياء المواطنين من خطابات النواب التي تبرر السرقة ونهب المال العام. كما يتحدث حسين في مقاله عن كيفية استغلال السياسيين لمنابر البرلمان للدفاع عن مصالحهم الشخصية بدلا من خدمة المواطنين، ويعبر عن الأمل في أن تتم محاسبة الفاسدين بشكل شامل لتتحقق العدالة الاجتماعية. وينتقد الكاتب أيضا تردي الخطاب السياسي في البرلمان العراقي، وكيف أن بعض النواب يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الشعب. قرأنا في الأخبار أن هيئة النزاهة هيئة تريد ملاحقة أعضاء حكومة مصطفى الكاظم السابقة بتهمة الفساد والاحتيال، وهذا أمر حسن وجيد إذا حسنت النية وتم شمول جميع أعضاء الحكومات السابقة التي فرهدت مئات المليارات من الدولارات. مليون سبب وسبب يدعون جميعا لضرورة محاسبة الجميع ومن دون استثناء، فقد ملت الناس من برامج التوك شو التي يقدمها ساستنا بين الحين والآخر. ولعل ضمن الثلاثة أسباب الأولى لإعلان موت العدالة الاجتماعية في العراق أن الكثير من نوابنا لا يزالون يتباهون بما حصلوا عليه من أموال وأملاك وامتيازات. يتحدث معظم السادة النواب عن النزاهة، وهذه مسألة بحاجة إلى تحليل من خبراء علم النفس. لا يوجد شيء واحد أكثر بشاعة من القتل سوى الفساد، لذلك هناك قاعدة واحدة للنزاهة، إما الدفاع عن حقوق الناس البسطاء، وإما الاتجار بالعملة في بنوك عمان وبيروت. وهناك شرط واحد للنزاهة هو الإيمان بالوطن، وهذه قضايا لا تقبل استثناءات. في كل مرة يجد المواطن نفسه على موعد مع أسوأ الخطابات التي تبرر السرقة وتحلل نهب المال العام،
تلك الخطابات والهتافات التي هزج بها العديد من أعضاء مجلس النواب وهم يهتفون بنزاهة وأمانة قراراتهم الكوميدية. نقرأ مقالا للكاتب أنور الجمعاوي في صحيفة العربي الجديد بعنوان في خسارة الإدارة الأمريكية الرأي العام العربي. يناقش الكاتب تراجع شعبية الإدارة الأمريكية في العالم العربي بسبب انحيازها المطلق لإسرائيل وعدم تحقيق آمال العرب في سياسات السلام والديمقراطية. ويبرز الكاتب نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى استياء المواطنين العرب من السياسات الأمريكية، ويناقش تأثير ذلك على العلاقة بين الولايات المتحدة والمنطقة العربية ككل، كما يتطرق الجمعاوي إلى الدعم الكبير الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل خلال النزاعات الأخيرة في غزة، وكيف أن هذا الانحياز أدى إلى زيادة الكراهية تجاه السياسات الأمريكية. كما يشير الكاتب إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحقق وعودها المتعلقة بالسلام والديمقراطية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى شعور العرب بالإحباط والخيانة. يرى مراقبون أن الاستمرار الإدارة الأمريكية في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة تداعيات سلبية على مكانة واشنطن في المنطقة، وأدى عملياً إلى خسارتها عقوداً من الدبلوماسية الناعمة الهادفة إلى تلميع صورتها في العالم العربي وتزايد مشاعر الغضب من سياساتها في مقابل تصاعد شعبية خصومها روسيا والصين وإيران في المنطقة. وتوجه كثيرون من المواطنين العرب إلى مقاطعة بضائعها، ويخشى من أن تستغل الجماعات المتشددة تنامي الاستياء الشعبي من أمريكا خصوصاً والغرب عموماً لإعادة إنتاج ظاهرة التطرف العنيف على نحو يهدد المصالح العربية والأمريكية في آن. ومعلوم أن هذه التداعيات تتعارض مع محامل وثيقة استراتيجية الأمن القومي التي وقعها الرئيس بايدن في أكتوبر تشرين الأول عام 2022، التي نصت على أن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية هي ضمان التفوق على الصين والحد من نفوذ روسيا ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. إلى صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا للدكتور عبد الله خليفة الشايجي أو خليفة الشايجي بعنوان بايدن أو ترامب، مخاوف الداخل وقلق الخارج. يستعرض المقال المناظرات الرئاسية الأمريكية وتأثيرها على الناخبين، مشيرا إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الولايات المتحدة. كما ينتقد الشايجي أداء الرئيس الأمريكي بايدن في المناظرات وفشله في مواجهة ترامب، ويعبر عن القلق من المستقبل للسياسة الأمريكية سواء فاز بايدن أو ترامب. كما يتناول الكاتب أيضا تأثير الانتخابات الأمريكية على السياسة الدولية، ويشير إلى أن كلا المرشحين لهما نقاط ضعف تؤثر على سمعة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية. كما يناقش الكاتب المخاوف الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والهجرة والصحة العامة، وكيف أن هذه القضايا تؤثر على الانتخابات وعلى ثقة الجمهور الأمريكي في قيادته. كان مستغربا إعلان حالة الاستنفار داخل الحزب الديمقراطي وتسريبات متناقضة بعد أداء الرئيس بايدن المخيب وفشله بتأكيد قدراته العقلية والإدراكية لقيادة الولايات المتحدة. وزاد هامش التشكيك بقدرات بايدن بممارسة أعباء رسالة الدولة الأقوى والأغنى والأكثر نفوذا في العالم للسنوات الأربع القادمة، حتى طالبه محللون ووسائل إعلام بالتنحي وهو ما يرفضه. أمريكا في ورطة وعقم سياسي كبير يعمق مخاوف الداخل وقلق الحلفاء في الخارج، سواء فاز ترامب المتهور والمتقلب أو عاد بايدن المشكك بكفاءته وقدراته بقيادة أي منهما أمريكا. نقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً أعده سون أنجل راسموسين ولورنس نورمان بعنوان أخطاء السياسة الأمريكية جعلت إيران لاعباً مهماً على المسرح الدولي. يناقش التقرير كيف تمكنت إيران من تحدي الضغوط الأمريكية لتعزز من نفوذها الدولي، مستفيدة من تحالفاتها مع روسيا والصين،
ويشير الكاتبان إلى تأثير السياسات الأمريكية الخاطئة في الشرق الأوسط وكيف استفادت إيران منها لتصبح تهديداً أكبر للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. كما يتناول التقرير الدور الإيرانية المتزايدة في دعم حلفائها في سوريا، لبنان واليمن، وكيف أن إيران استفادت من الفراغ الذي تركته السياسة الأمريكية المتخبطة في الشرق الأوسط لتعزز من نفوذها الإقليمي. كما يشير التقرير أيضاً إلى أن إيران أصبحت قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية بفضل استراتيجياتها والسياسات الأمريكية وتحالفاتها القوية مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين. تقول الصحيفة إن بصمات إيران العسكرية وصلت إلى مرحلة أوسع وأعمق وأكثر من أي وقت مضى، فقد ضربت الجماعات المؤيدة لإيران المنشآت النفطية السعودية، وشلت حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، وتهيمن على السياسة في لبنان والعراق وسوريا. وترى الصحيفة أن قوة إيران المتزايدة هي علامة عن فشل الغرب. ومنذ فشل جيمي كارتر في احتواء إيران، تحولت إلى هذا الحوت الأبيض الكبير لدى صناع السياسة الغربية، فلم تعد أداة الدبلوماسية لدى الغرب ولا العقوبات ناجعة لعزل طهران. وكمثال، عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001، تلقت الدعم العسكري والاستخباراتي من إيران للإطاحة بنظام طالبان، وبعد عدة أشهر صنف جورج دبليو بوش إيران ضمن محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. وساهمت السياسات الأمريكية بقوة إيران، ففي عام 2003 أطاحت بنظام صدام حسين، حيث خلصت طهران من عدو لدود قريبة من حدودها، وأدى فشل واشنطن بتحقيق الاستقرار في عراق ما بعد الحرب لتقوية التأثير الإيراني. الآن مشاهدينا الكرام نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، من صحيفة العربي الجديد نقرأ تقريرا مع صور من غزة عن الجوع الذي صار طريقة القتل الأكثر ظهورا اليوم في مواجهة الحرب المندلعة في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. تكثر المشاهد المخيبة للأحاسيس البشرية، لكن التفاعل الميداني معها قليل، ويظهر بالدرجة الأولى انعدام الاهتمام، وإلا لاختلفت الحال كثيرا. وهناك طرق قتل إسرائيلية أخرى لا ترحم الغزيين اليوم ولا على المديين المتوسط والطويل. فالقطاع الذي تحول إلى ركام بسبب القصف المتواصل لأشهر هو اليوم بؤرة كبيرة للنفايات ومستنقعات المياه الملوثة الناتجة عن تدمير آبار مياه ومحطات الصرف الصحي. وهذه البؤر تنشر الأمراض وتنذر بجوائح صحية قد لا يمكن احتواؤها حتى في حال انتهاء الحرب. ولا يستبعد أن يطلق الصيف الحالي أولى الجوائح الخطرة، فارتفاع الحرارة في ظل وجود الناس تحت الخيام وافتقاد المياه يزيد تهديدات الحياة في غزة. أيضا هناك طرق القتل المرتبطة بمنع إدخال الوقود، وهي قائمة منذ بداية الحرب وتعطل أي إمكانية لتوفير الكهرباء بأي طريقة، وتشغيل المستشفيات المعطلة عن تأدية مهمات إنقاذ الحياة وتقديم العلاج. خلقت الحرب الإسرائيلية طرق قتل عدة في غزة، حتى بات السؤال المطروح اليوم: كيف سيتفادى الغزيون الكم الكبير من الكوارث المحيطة بهم لدرجة خنق آمالهم ببعث الحياة الطبيعية بطريقة
ملائمة وبكرامة يستحقها صمودهم الكبير في وجه أسلحة فاقت قوتها قوة قنابل ذرية. الآن مشاهدينا الكرام نتابع فيديو اليوم. فالأطباء هون عم يتبادلوا خبرات معهم، حتى عم يشاركوا عم يتعلموا من أطبائنا حتى يعني، وليس فقط يعني أخذ وعطاء الموضوع. فهذا الأمر مرتبط بتبادل الخبرات أولا، ثم تنفيذ بعض العمليات المعقدة وتعليم أطبائنا عليها، خصوصا بجراحة اليد حاليا. تم تنفيذ جراحات طبيه معقده جدا في مشفى دركوش ومشفى العمر في سحلين، وتدريب الاطباء على التقنيات الجديده. الطبيب المختص اجى وخصص فقط لجراحه اليد، اطبائنا هم اخصائيين عظميه عاميه، فالطبيب اجى هذا مثال يعني طبيب فقط مختص بجراحه اليد الترميميه والتجميليه. وتم تنفيذ العديد من العمليات بعد عمل استقصاء ودراسه الحاله قبل مجيء الاطباء. التقينا هنا بالعديد من مسؤولي الإدارات الطبية في قطاعات مختلفة هنا في الشمال السوري، استمعنا إليهم إلى بعض المقترحات والرسائل الهامة، احتياجاتهم في المستقبل القريب، حتى يتسنى لنا المساعدة إن شاء الله بطريقة أكثر فاعلية من منظمة ميد جلوبال. أيضا قمنا بزيارات ميدانية للعديد من المخيمات، مخيمات النازحين، والتقينا بالعديد من الأطباء العاملين ومقدمي الرعاية الطبية العاملين مع ميد جلوبال، والتقينا أيضا ببعض المواطنين للاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.